كمان واحنا بنواجه البلطجه لابد ان نواجه الدجل والشعوذه، ظواهر سلبيه تحاول التسلل الى كيان هذا المجتمع والى جسد هذا المجتمع، تحت جلد هذا المجتمع هتلاقوا فيه دجل وشعوذه كتير. البقره المقدسه الشافيه في بلد اسمها بني احمد بالمنيا، تخيلوا يذهب المصابون بفيروس سي للعلاج بلبن هذه البقرة في اعتقاد منهم أنها شافية. طبعا الله سبحانه وتعالى هو الشافي، لكن مع الدجل والشعوذة ومع العبث في بعض العقول ومع استغلال البسطاء، فابتدأ أقول لهم هذه البقرة تحديدا اللبن منها بيشفي، ويوميا من 200 ل 250 مريضا يذهبون يوميا، والمسألة متعلقة بالتكسب المادي والدجل والشعوذة. تعالوا أيضا نواجه الدجل والشعوذة ونقول للناس ما فيش حاجة اسمها بقرة مقدسة شافية، الله سبحانه وتعالى هو الشافي. صدق أو لا تصدق، بقرة يعالج لبنها من فيروس سي. أثارت تلك البقرة الحلوب جدلا واسعا بين مكذب ومصدق. البقرة بالمنيا في صعيد مصر بقرة عادية كما يقول صاحبها، ليست خارقة للعادة أو من عالم الخرافات، لكنها درت لبنها قبل أن تلد، ثم تبين بعد الكشف أنه ليس بها مرض ما. وكانت المفاجأة حين تم تحليل اللبن ليتأكد بعد ذلك أنه يعالج من الفيروس، فيروس سي الذي أضحى يهدد حياة الملايين من المصريين. قشة أمل يتمسك بها الناس الذين يتألمون من مصائب الفيروس وآلامه، أصبحت بقرة المنيا اليوم على لسان القاصي والداني. سمعت أن من قريتي ديات بني أحمد أن في البقرة ديات اللي فيها لبن بيشفي الفيروس، فجيت قبل رمضان كده، خدت جرعة ثلاث مرات ورحت حللت، طلعت النسبة مش محصلة 60%. في بقرة متاهة بلبن اللي هو مش في المرض ده، جينا عملنا خدنا من عم خالد هنا اللبن ثلاث جرعات، وبعد كده عملنا تحليل تاني بعدها ب 15 يوم، اتضح ان النسبة قلت جاوا من 300,000 ل 13,000. موضوع اللبن ده هوت الناس بتجينا من كل مكان، من نواحينا ومن غير نواحينا كمان، واللي عاوز اقوله برضو ان مفيش اي مقابل للموضوع ده، واللي بيجي بياخد الجرعه بتاعته يعني بياخدها ثلاث ايام ورا بعضيها او يكسر يوم يجي يوم، مفيش اي مقابل ولا اي فلوس ولا اي حاجه، يعني حاجه خير للبلد وخير للناس اللي عاوزه تشفى من مرض فيروس سي ده. في ناس بتتكلم ان ممكن يكون العامل النفسي هو اللي بيأثر، فلو عامل نفسي فعلا يبقى برضه احنا نجحنا ان في عامل نفسي عملناه بحيث يقلل المرض. يعني كله يقول الخلل الهرموني هو اللي السبب في نزول اللبن، ماشي، ما ممكن يكون الخلل الهرموني ده كان هو السبب ان غير حاجه معينه في اللبن تشفي الفيروس، فاحنا ليه نسيب الاساس ونمسك في الفرع؟ وبعدين ثانيا اللي بعد كده، يعني احنا بنزرع اللبن ما بناخدش اي مقابل، يعني بنخلي صدقه جاريه للوجه الله يعني، فاحنا ليه نمسك برضه ليه اشاعات وليه عايزين شهره وليه دجل؟ طب احنا هنعمل ليه؟ احنا من الاول ما كناش طالبين حاجه ولا بناخد حاجه. لا، هي الناس بتيجي كتير، اصل هو انت شعب، في الشعب مصر مشهور اي كلمه بتذاع. في ناس الاول بدانا كره اللي حوالينا، بعد كده اتطور الموضوع لمراكز نفس المحافظه بس مراكز، بعد كده وصلت لمحافظات، وفي ناس جت من طنطا وكفر الزيات، وفي ناس جت من اسيوط وسوهاج والى احنا لما الناس زادت اضطرينا نمشي اسلوب الحجز عشان ما نفضلش حد على حد. الحجز تقريبا لشهر 10/2015 عشان الناس كتير، ويوميا بيجي علينا حوالي من 200 ل 250 واحد يوميا، دول بيجوا على اساس ان هم يسجلوا اساميهم، لكن هو اللي بيتوزع يوميا من 20 ل 18 واحد يوميا. بالنسبه للموضوع ده انا مقتنع تماما بان هو بيعالج من فيروس سي، والناس معاهم التحاليل ونتيجه التحاليل قبل وبعد، وكل النتائج زي ما انتم شايفين كده بي سي ار. هنا المريض كان محروس مسعود سعد، النسبه كانت قبل كانت زي ما انتم شايفين 2,300,000، بعد كده النتيجة بقت 299,000. أنا خدت لابن أختي كان عنده فيروس في الدم، وكانت نسبة 4,000،
وكنا عاملين تحاليل وسمعنا عن اللبن ولو انه في حتتنا يعني، بس سمعنا بعدين. وجيت خدت له 3 جرعات وجينا عملنا التحاليل بعد 15 يوم طلعت 300، طلعت التحاليل النسبه اللي عنده 300. ايوه مصدقين الدكاتره حبوا يقولوا لا ما فيش انت يعني مش عامل نتيجه، لكن هو فعلا كل اللي شرب منه قال صحي. معقول ده يا جماعة؟ هل يحدث ذلك في مصر؟ يعني ونحن نتطلع إلى دولة حديثة نسمع هذا الكلام؟ يعني ما زال الناس مربوطين بالدجل والشعوذة والبحث عن أي خيط حتى لو كان وهميا للشفاء من بول الإبل، وإحنا كنا ناقشنا هذه القضية، يذهبون إلى الصحراء اعتقادا منه أن بول الإبل هيشفيهم، وبول الإبل ده بيحطم الكلى ويصيب الجسد بأمراض كثيرة مختلفة، إلى البقرة المقدسة الشافية اللي احنا بنسمعه ده دجل وشعوذة صحيح يتطلب ان احنا نرد عليه. هنحاول ان احنا نعقب على هذا الكلام، لانه كمان ليس كافيا ان نسلط الضوء على هذه القضية، ده مش كفاية. الأهم من كده هو أنه نحاول أن نوعي الناس يعني. طيب طيب عم خالد جمعة صاحب البقرة، يا عم خالد أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ، اتفضل. عم خالد، البقرة دي بيجي لك كم شخص يوميا؟ حوالي اللي ما ياخد اللبن 20 فرد أو 25 فرد. 25 فرد بياخدوا اللبن. وبيشرب اللبن. وهنا اللبن بقى بيعمل ايه؟ هل يشفيه من الاصابه بفيروس سي؟ والله ده اللي ما تقوله التحاليل دلوقتي، مش اللي ما انا بقول يعني، اللي ما تقوله التحاليل اللي اصلا اللي اثبتت التحاليل، مش انا يعني. التحاليل بتقول كده. بتاخد كام بقى من الفرد من الشخص؟ اما اخد كمية يعني المقابل المادي. مفيش مقابل مادة اصلا يعني. الناس تأتي مجانا تاخد اللبن، تشرب لبن مجانا؟ ايوه طبعا، مفيش اي مقابل في الموضوع ده. متأكد يا عم خالد؟ لا يمكن، انت بتبيع لبن مجانا؟ الله المستعان. يعني انا اكدب عليك ليه؟ انا مش واخد منك حاجة عشان اكدب يعني، او محدش هيديني حاجة عشان اكدب. طيب يعني انت بالتاكيد مجانا، الناس هنا ما بتدفعش فلوس؟ ايوه ابدا، اكيد يعني، الحمد لله رب العالمين. امال انت بتعمل ده بهدف ايه؟ ابتغاء مرضات الله لوجه الله يعني، خير يعني، الحمد لله رب العالمين. طب هل الكلام ده علمي وطبي؟ يعني انت هل تاكدت ان الكلام ده علمي وطبي؟ مش بنلجا للطب؟ انا قلت لحضرتك اللي اثبتت الكلام ده التحاليل، يعني بدا الكلام يبقى علمي وموثق بحاجات علميه، يعني مش كلام خرافه يعني. يعني اللي بيشرب لبن هذه البقره بيشفى من فيروس سي ان شاء الله في خلال قد ايه؟ والله ما يمر معايا لما ياخد اللبن خلال اسبوع، ثلاث مرات في الاسبوع. بس انا مش مصدق انه مجانا يا عم خالد. انت خايف يعني ان يتقال ان انت تتقاضى اموالا؟ ما هو ثمن لبن. ما انا لو خفت اصلا ما كنتش وزعت، وبعدين لو خفت ما كنتش قلت، ولو خفت ما كنت اتصورت، وبعدين اخاف من مين اصلا؟ ده عاجل الله، واللي يخليني اخاف؟ لانه يعني هنا الناس بتجي لك بقى ايه، من كل محافظات مصر؟ طيب ايه اللي خلاك يعني ايه اللي خلاك تتاكد انه البقره دي تحديدا؟ انت عندك كام بقره؟ كتير، عندي حوالي 5. طيب اشمعنى دي تحديدا اللي يمكن ان تكون مقدسه شافيه بهذا الشكل؟ هي مش موضوع مقدسة أو شافية، هي جت قدرا كده، وبعدين هي الحاجة الغريبة إن هي اللبن بتاعها بدون عشرة أو ولادة بس، مش أكتر، لكن مش موضوع مقدسة أو. اللبن بتاعها إيه؟ هي اللبن نزل بدون عشرة أو ولادة بس، مش أكتر. فهنا
ده اللي خلاه عندك يعني تكتسب نوع من انواع الخصوصيه يعني. بس مش اكتر. طيب بتقول ان انت متاكد انه الناس بتشفى، يعني تحاليلهم قبل وتحاليلهم بعد بتؤكد انه الناس بتشفى. ايوه، وتحاليل كل ابي سي ار يعني حاجات علميه مش حاجات كده يعني. انا لازم اجيب حد طبعا من شوفوا لنا حد يعني من الاطباء يعلقون على هذا الكلام، لانه الحقيقه كمان يا عم خالد انا مش عايز يبقى في الناس تلجا للعلم للطب، مش عايز الناس تلجا للدجل والشعوذه. مش شايف ان ده دجل وشعوذه؟ طب لحضرتك انت بتقول دجل وشعوذه، مقابل الدجل والشعوذه مقابل ايه؟ اكيد مقابل مادي يعني. يعني واحد بيلجا للدجل والشعوذه عشان اكيد يبقى في مقابل بعديها. وما دام ما فيش مقابل مادي يبقى ليه دجل وشعوذه؟ دجل وشعوذه اما ان يكون بدافع مادي او بدافع العبث في عقول الناس يعني. معلش يعني في حد هيعبث بعقول الناس او بمرضى؟ طيب يعني هكسب ايه انا من بعد كده يعني؟ طيب خليني اخد بس الجانب العلمي والطبي. انت بتقول التحاليل اللي معاك اللي بياخد اللي بيشرب لبن البقره دي بيشفى، انت بتقول خلال قد ايه تقريبا يا عم خالد؟ هو ما ياخد اللبن خلال اسبوع وبعدها باسبوع يعمل البي سي ار والنتيجه طلعت، وبعدين الناس جابت التحاليل لوحده يعني يختفي فيروس سي. طب احنا تعبانين ليه؟ ما احنا نبعت لك الناس كلها، والحقيقه احنا عندنا ملايين من المصابين بفيروس سي، ما احنا تعبانين ليه بقى ونلجا للعلم والطب ليه؟ خلينا اسال دكتور هشام الخياط. دكتور هشام اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، اهلا بيك. دكتور هشام، يعني واضح احنا كنا ناقشنا قبل كده معاك بول الابل، بس احنا دخلنا في حاجه ثانيه، بقره مقدسه في المنيا في قريه بني احمد. هذه القرية البقرة اللي بيشرب اللبن بتاعها بيشفى من فيروس سي زي ما بيقول عم خالد هو صاحب البقرة، وهو بيقول انا ما باخدش فلوس يعني، فمحدش يتهمني اي اتهام. هل الكلام ده علمي وطبي ولا دجل وشعوذة؟ الظاهر احنا يا دكتور وائل بقينا في الهند مثلا عبدة البقر، احنا دخلنا في قصة غريبة قوي، يعني ايه بقر مباركة؟ وبعدين في دي نقطة ما فيش أي علم في الدنيا بيقول الكلام ده، ولا في بقرة مباركة ولا في بقرة مش مباركة. وبعدين يا دكتور وائل هو أنا شفت الحوار اللي ده، بس خلي بالك أنا مش دكتور يا دكتور هشام. أنا مش دكتور. هو أنا الحقيقة أنا الحقيقة سمعت جزء. هي المشكلة يا دكتور وائل، أنا مش 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 لازم كل مرة واحد يطلع بدس أو بشعوذة يقول لك أنا ما باخدش فلوس. هي الفلوس مش هي المقياس، المشكلة بالبس في الناس مش ناقصه يا استاذ وائل في الكلام ده. العلم بيقول ايه يا استاذ وائل؟ اولا كده تم يعني ما فيش تجارب على ان في بقره مقدسه وبقره مباركه وبقره غير مباركه الا الكلام اللي بيقولوه السيخ بتوع الهند دول اللي ما عندهمش دين. الفكره ان العلم بيقول ايه؟ انه البي سي ار لما يجي يتعمل المحكه او المؤسسي لانتهاء الفيروس او شفاء المريض يا استاذ وائل بيبقى العلم بيقول ايه؟ 6 شهور بعد انتهاء العلاج. يعني حضرتك النهارده لما تيجي تعمل لي بي سي ار بعد انتهاء العلاج وتقول لي احنا انت دلوقتي تم شفائك تماما من فيروس سي، ده كلام فارغ. لازم ننتظر 6 شهور حتى بعد العلاجات الخفيفه، بننتظر 6 شهور. طب ما هو بيقول لك بيني وبينك التحاليل، خلينا تسمع ده منه يا عم خالد. عم خالد خلع باين، فنحاول نجيبه تاني. طبعا اول ما شاف دكتور، اول ما شاف دكتور وعلم، احنا انا مش عايز اتحدى حد، بس هي الفكره يا استاذ وائل الكلام زي ما انت عارف حضرتك الكلام مش عليه يعني مش عليه الكنترول. انا طب خليني عم خالد رجع تاني اهو. عم خالد الحمد لله يا عم خالد، انت هنا بتقول الدكتور هشام بيقول لك ده دجل وشعوذه، انت بتقول له التحاليل بيني وبينك، التحاليل بتقول ايه بقى؟ التحاليل موجوده يعني يمكن هم لما جم القناه صوروها ان مثلا واحد خد قبل ما كان ما ياخد اللبن قبل ما ياخد اللبن نسبه الفيروس عنده 2,346,000، ولما ياخد اللبن على مدار اسبوع وبعدها باسبوع يعمل بي سي ار ثاني وتنزل نسبه الانزيمات
عنده مش مكمل 600,000، هو اللي يرد مش انا، وبعدين هو الطب اللي يرد مش انا، انا ماليش دخل في كده. طب ما يشوفوا اللبن في ايه قبل ما يتكلم. وبعدين ليه احنا معلش يعني يا دكتور، معلش يا فندم، لا على مهله هو، انا بس انا عامل مداخله مخصوص مع حضرتك. خلينا نسمعه. بتقول معلش يا دكتور ايه؟ كمل يا عم خالد كمل. انا فاهم حضرتك، معلش يعني هو احنا ليه كل اللي بصين للجانب السلبي في الموضوع ومنقول ده جدل وشعوذه وجاهل؟ طب ما نفكر في الاول ان ممكن يكون الموضوع فعلا علمي. يعني نعمل ايه؟ نروح ناخد اللبن من عندك ونحلله ونشوف؟ ده كان المفروض ان الدكتور يفكر فيه قبل ما يقول لك ده. يا دكتور هشام، يا دكتور هشام، اذهب وخد اللبن ده. واشوف البقره واشوف اللبن. احنا خلاص احنا في نهايه العالم. يا لا يا زلمه، هو الراجل اللي انا كنت بكلم حضرتك ليه؟ علشان احنا كفايه مرضى فيروس سي مش حقل تجارب، يقول لي لبن ومش لبن، ومره بقول ابل ومره قرص لحم ومره ومره.